تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. البث المباشر خلص يا جماعة، الآن البرنامج اسمه صحة وسعادة، فحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. طاقم البرنامج معنا وفريق العمل عندنا في التنسيق إسراء الهاشمي. إسراء صباح الخير، ارفعي راسك. انزين، صباح الخير أيمن، هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وأيضا إعداد الحلقة كان يوسف سعد معنا في إعداد هذه الحلقة. صبحت الله بالخير دكتورة ندى الملة. يا صباح الورد، يا صباح الجمال. مو بالبارحة إجازة، أنت قلتي ما بتين عنا، ما أدري. قلت عندي اجتماع، الحمد لله يعني لحسن حظك إنك تسلم. الحريم يغيرون رأيهم بسرعة. هي صدق؟ إنزين، أوكي، نصبح. كنا من افتقدتش يعني أكيد. كان يحتاج صح؟ عندكم أربعة أيام العيد تفتقدوني مثل ما تبون، عشان أرجع لكم إن شاء الله قبل العيد. طيب. فعندنا أول شيء، أهم شيء سؤال مسابقة، الكل يتري السؤال. شو سؤالنا؟ يقول تم تأسيس قسم جراحة القلب والصدر في هيئة الصحة بدبي عام 92 2002 أم 2012؟ على 4006 مع اسماءكم الثلاثية، وبنسحب على اسمين، شخص يفوز ب 500 درهم كاش، والثاني يفوز بباقة لفحوصات بي اي في. باقة قسيمة، قسيمة هي دور الكلمة القسيمة. أوكي. قسيمة بقيمة 1000 درهم لإجراء فحوصات كبار الشخصيات في مستشفى الزهراء بدبي، مثل ما قال محمود. شكرا. طيب، على 4006 بس. الانستغرام سامحونا ترى، إذا حد بيسألنا هني أو بيجاوب هني نحن ما نأخذ الإجابات في الانستغرام، فقط على الاسمس. واللي يبي يتصل على 600-551414، مو تجاوبون تشطرحون أسئلة يعني. يعني نتمنى إن شاء الله بعد كذلك أنكم يعني تثرون الحلقة اليوم باتصالاتكم. بس يا جماعة الخير ترى والله يعني التلفون شغال ويرن ويرن، وكل المواضيع مال البث المباشر، فنحن بارك الله فيكم يعني مخلص برنامج البث المباشر خلاص، نعرف انه الساعة 10 إلى 5 يوقفون البرنامج. صحيح. وحتى لو اتصلتوا يعني ما راح تستفيدون، لان ليه باشر تتحول المواضيع. ليش لف الشاشة صوبك ما اشوف شيء انا؟ انزين، ست فوائد مذهلة لنبات شو؟ الكرفس. شو؟ الكرفس. اوكي، شو اسمه؟ انا حيد الكرفس. لا، الكرفس اسمه؟ انا سميه كرفس. كرفس. انزين، نحن في تعرفون الكرفس اكيد صح، طويل الاخضر. اي الكلفس، تعرفين الكلفس؟ شوف السيارات لها في البرجر في البتة. انزين، عموما يعد الكرفس من الأطعمة الصحية التي يؤدي تناولها إلى فوائد صحية كثيرة لجسم الإنسان. وشو الكرفس هذا؟ هي واحدة من الخضروات، شي طويلة ومقرمشة عليها خطوط كذي، بالعادة ما تتاكل نيئة يعني، تلاقي ناس تحطها في المخلل أو تحطها في الشوربات، وايد لذيذة وغنية بالألياف. زين، يقول لك فرغم أن الماء يمثل 95% من مكوناته، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية مثل ما قلت الدكتورة. موقع تروب الأمريكي قال أن من بين فوائد الكرفس أنه يساهم في مساعدة الأشخاص على التخلص من الوزن الزائد، مشيرا إلى أن تناوله يعد من أهم الوصفات الطبيعية لمن يريد الالتزام بنظام غذائي محدد اللي هو الرجيم يعني. إنزين، يحتوي الكرفس على نسب كبيرة من فيتامينات K, C, B و B6 و B12 B6 و B12. إنزين،
إضافة إلى العديد من المعادن والسعرات الحرارية الكبيرة. الكرافس أيضا يحمي المعدة لأنه يحتوي على مركبات عضوية يمكنها أن تساهم في حماية المعدة إنزين من القرحة بمعادلة مكونات المواد الهضمية الموجودة على جدارها من الداخل، يساهم في علاج آلام البلعوم، أيضا علاج الالتهابات، وكذلك الحماية من الجفاف لأن قلنا أن أكثر من 95% من مكوناته هي من الماء، وأيضا يحسن الدورة الدموية لأن يساهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وضبط الدورة الدموية. بالضبط، الكرافس لما يتخذك كعصير اللي هو في شكل الطبيعي 100%، يعني ما تضطر ان انت تطبخه او شيء، فتحافظ على كل الفيتامينات الموجوده فيه، غني بالالياف وغني بالماء ووايد لفوائد الجسم. مثل ما شفتوا انه هو يساعد في خفض نسبه الكوليسترول في الدم. في ناس حتى لان طعم الكرافس نفسه مو بلذيذ يخلطونه مع الطماطم، يحطون معه شويه طماطم يخلطونه في الخلاط فيستوي عصير، طعمه بالعاده مقبول. بالعاده الناس ما تحب عصير الخضروات يكون طعمها حاد، ولكن الكرافس طعمه مقبول. انا انصحكم صراحه، انا نفسي استخدم الكرافس جدا في الطبخ في المنزل عشان الفوائد اللي فيه، خصوصا الالياف، غني جدا بالالياف يعني اكثر من اي خضره ثانيه. وبس انصحكم دائما ان ما تبالغون في طبخه، يعني الناس تحب اللي ما يذوب تماما فانتوا تفقدون المعادن والفيتامينات والفوائد اللي فيه. خلوا يتم ثلاث ارباع او نصف استواء عشان تستفيدون من كل الفوائد اللي موجوده فيه. شكرا يا دكتوره. عفوا. نسوي شوربه؟ هي شوربه لذيذ. زين، طيب نذكر بسؤال الحلقة ونطلع فاصل. سؤالنا يقول: تم تأسيس قسم جراحة القلب والصدر في هيئة الصحة بدبي عام 92 أو 2002 أو 2012 على 4006 مع اسماكم الثلاثية ونسحب عليه. يعني حد يطرش 92 ولا 2002 ولا 2012 ولا 2012 بس. بنسحب على فائزين، واحد يفوز ب 500 درهم كاش والثاني يفوز بقسيمة بقيمة 1000 درهم لإجراء فحوصات VIP مقدم من مستشفى الزهرة الخاص في دبي. طيب بعد الفاصل إن شاء الله ما نتعرف على العديد من المواضيع الجميلة، لأن أول شيء فتحنا باب التسجيل للبرنامج التدريب الصيفي، وأيضا ممكن إذا حصلنا وقت بنعرفكم على بعض البرامج اللي تقوم بها الهيئة لدعم يعني التعليم في أو التعلم في المجال الصحي في دبي. نعم. أنزين، من وين بتكون معنا؟ بتكون معنا إن شاء الله الأستاذة ميعاد علي، مسؤولة التدريب بإدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام. طبعا سؤال حلقتنا دكتورة على السريع: تم تأسيس قسم جراحة القلب والصدر في هيئة الصحة في دبي في عام 92 أو 2002 أو 2012 بس 92 و 2002 يلا أسهل شيء على 4006 اطرشولنا الإجابات. زين، اللي معانا على الانستغرام أنا غششتهم الإجابة كتبت لهم اللي لحقوا لحقوا، اللي ما لحقوا برأيهم. انزين، عندنا مكالمة هي على السريع دكتورة بناخذها من ابو محمد. ابو محمد تفضل ولا تطول علينا، بارك الله فيك. ان شاء الله. تعرف ليش؟ لان البرنامج ثلاث اربع اعلانات، شو نسوي؟ مو بدينا. يعطيكم الصحة والعافية. الله يحفظك. حياك الله. اولا جزاكم الله خير على هالبرنامج، وفي موضوعين طال عمرك. عمري سيدي. انا عندي اختي نومت مستشفى مدكير في مستشفى خاص. زين، تبت كانت عندها جلطه في رجلها، وللاسف يعني الحين موضوع مثل الجلطه والموضوع مهم، وتنومت ان في دواء معين المستشفى مش موجود في هالمستشفى الخاص. زين، وانا عندي يعني عندنا تامين ربطي. نعم، المستشفيات هذه ما صرفوا لك اياه، والدواء مش متوفر موجود في دبي ومستشفى راشد. طيب ليش المستشفيات الخاصه ما تطلب الدواء؟ ليش ما يوفرون الادويه اللي مش موجوده في المستشفيات الخاصه؟ زين، هذا واحد. اضطر ان ننقل المريض من المستشفى اللي هو فيه. واضح واضح ابو محمد، هذا واحد. إيه الثاني شو التعليق الثاني؟ هذه الملاحظه بس.
لا لا في موضوع ثاني. ايه شو الموضوع الثاني؟ تنومت بداية شهر رمضان في مستشفى دبي. للأسف أخوي محمود إن اليوم الواحد إذا تنوم في المستشفى حالته الصحية مثلا تعبان ولا شيء يطلع متوفي وعن طريق خطأ طبي، وحتى شهادة الوفاة يعني اللي صارت في المستشفى كذا حالة وأخطاء طبية واضحة جدا. عندك هذه الأخطاء أبو محمد؟ عندك عطني الحالات هذه هي متى بالضبط وأساميهم زين، وخلني أنا أتابع إذا في خطأ طبي لازم يأخذون حقهم، لكن أني أطلق حكم عام عن مستشفيات. اليوم أنا بقولك على سبيل المثال ما أبو محمد بس عشان ما أدخل معاك في نقاش وايد زين، إيه بس خلني أخذ الحالة شو هي بالضبط اللي عندك. أنا بقول لك دقيقة بس إنزين، يعني أنا المرافق اللي كان معاها في المستشفى إنزين خبر الطبيبة اللي في القسم إنه إيدينها باردة شيء فيه. لا لا عادي نايمة وما أدري كيف، بس لا انقلوها العناية المركزة. تروح العناية المركزة يصير العناية يقول ليش تأخرتوا، يسأل المرافق ليش تأخرتوا، هل دور المرافق مختصاص المرافق هو اللي إنه يقرر نقلها للعناية المركزة ولا الدكاترة اللي موجودين في القسم؟ أبو محمد أنا بس عشان ما أبغي أقاطعك والله أتمنى لو عندي الوقت الكافي، لأن عندي ضيف في الاستوديو أبغي بعد أعطيه حقه. أنا أتمنى ما مقصدي إني أنا أقاطعك ولا شيء، ولكن بتصل فيك زين. يعني أنا ما علي أبو محمد. أبو محمد يعني أنا حتى لو هو يبغي يطلع الموضوع على الهواء يقول لي أيمن كلمة تحت الهواء، لا أنا حتى لو هو موضوع على الهواء ما عندي مشكلة، إذا كان يعني في بداية الحلقة كان ممكن أعطيك وقت أكثر، بس ما عندي وقت والله سامحني. بس بقول لك شو بسوي على 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 الموضوع الأول زين، بتصل فيك تحت الهواء بتعطيني اسم الدواء واسم الشغلات اللي صارت زين. هذا واحد. اثنين الموضوع الثاني انا لا تطلق لي عموميات، ابغي اسم، ابغي وقت وتاريخ ومكان وزمان، عرفت؟ هذه الاشياء كلها احتاجها زين. وانا طالب ايه. تحقيق الموضوع زين، هذه 100% في اجراءات لها، يعني في النهايه بلد قانون، يعني اذا لك حق بتاخذه. اسراء الله يخليك، رقم ابو محمد زين حطي لي اياه على ورقه واتصل به بعد البرنامج ان شاء الله. ابو محمد تامر على شيء ثاني؟ سامحني انا قاطعتك. بارك الله فيك. الله يحفظك. انا اسف جدا اني انا قاطعتك، عاده اخلي المتصل يتكلم دكتوره، بس لان ما عندنا وقت نبغي ميعاد يا حليله موجوده ويانا في بدايه الحلقه، سامحينا بس نحن بعد البرنامج للجمهور اختي ميعاد، فنعطيهم الفرصه انهم يتكلمون كثر ما يقدرون لان برنامج لهم في النهايه. فاليوم تفضل انت دكتورة، وايد رمستي يا ابو محمد. اليوم ان شاء الله بنتكلم عن موضوع مهم، هو عن موضوع التدريب الصيفي في هيئة الصحة بدبي وفتح باب التسجيل. بنتكلم عن شو الخطوات وشو المطلوب منكم وكل هالمعلومات مع الاستاذة ميعاد علي مسؤولة التدريب بإدارة الموارد البشرية. اول شيء اختي ميعاد نتكلم عن هدف برنامج تدريب الصيف في هيئة الصحة بدبي وشروط الالتحاق فيه. أول شيء بغيت أصبح على جميع المستمعين اليوم معانا. فكرة عامة عن برنامج التدريب الصيفي، طبعا تحرص هيئة الصحة بدبي بشكل سنوي على إطلاق برنامج التدريب الصيفي. يعمل هذا البرنامج على إكساب طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية على صقل مهاراتهم وخبراتهم اللي تساعدهم أكثر في الانخراط في الحياة العملية أكثر والتعرف على بيئة العمل الواقعية في الهيئة. نعم تفضل. معلت أوكي. من أهداف برنامج التدريب الصيفي مثل ما ذكرنا تعريف الطلبة على بيئة العمل الواقعية، إتاحة الفرصة للطالب لإكساب خبرات عملية أكثر في المجال الإداري أو في المجال الصحي. أيضا يقوم البرنامج بشغل وقت الفراغ لدى الطلاب عندنا في فترة الصيف، ترسيخ الشعور بالمسؤولية والتقيد بالمواعيد واحترام الأنظمة. صحيح. كم عدد الطلب اللي تبغون تستهدفونهم هذا العام وكم الكاباسيتي اللي حاطينه؟ هالسنة تقريبا المستهدف ما يقارب 170 طالب إن شاء الله. ما شاء الله 170 يكون موزعين في العيادات وفي المستشفيات على جميع مرافق الهيئة. مركز البرشة كم واحد؟
والله الأرقام ما تحضرني حاليا بس في عدد مناسب. شو الشروط؟ في وايد يسألونا شو الشروط عشان يلتحقون في هالبرنامج. أوكي طبعا شروط البرنامج يكونوا من مواطني دولة الإمارات، أن يكون الطالب ضمن المراحل الدراسية، يعني يكون ناجح من الصف التاسع منتقل إلى الصف العاشر وما تليها من المراحل الأخرى. التاسع كم يعني؟ أول ثانوي ها؟ وإلى المراحل الجامعية طبعا. ويكون الطالب مستمر في الدراسة، يعني ما يكون موقف دراسته، وأيضا يكون ناجح خلال السنة هاي، يعني ما يكون ما تكون في ليب دواوير، يعني ما تأخذونه طبعا. حرام لازم يعني يسوي. لا محمود لازم يكون شاطر. لا هذا أنا أشوفه أولى أن الواحد يشغل وقته، لأنه بيروح بيصيع في هذا في الفريد ولا عشان يشجعهم يسوون شطار وأنه ينجحون. صح يعني يحس انه هو حتى شاطر تأثر. اسمعي مني انا الله يخليك اختي حطوهم بناخذ ملاحظتك عليك زين. لا يمكن سبحان الله كان مريض، كان مبراقد عدل شيء يعني كذا ماده مبراقد عدل محمود ودواويح كلها في الشهاده لازم يدرسون عشان يدرس في انت تسوين باكر الله بيبليك زي ما تعرفين هي عشان يدرس في الصيف عيالك في الكيجي ما ادري كذا باكر بيدشون ثانويه والله يوي دواويح كيفهم انا يعني اندبندنت كيفهم لا زين تفضل زين اختي ميعاد احنا اللي بيشتغلون قلتي ما شاء الله اختلاف مراحلهم من المدرسه لين الجامعه شو المسؤوليات اللي بيتم يعني بنعطيهم اياها خلال عملهم في التدريب الصيفي طبعا يعتمد على حسب الاقسام اللي هم بيكونون تابعين لها طبعا نحن اوريدي قبل ما نبتدي هذا البرنامج نخاطب الادارات عندنا يعطونا قائمه بالمهام اللي راح يعطون طلاب التدريب الصيفي طبعا مهام تكون بسيطه على حسب مستواهم سواء كان ومراحل ثانوية أو مراحل جامعية تكون معظمها إدارية أكثر وإذا كان في أمور مسموحة في المجال في برامج العلوم الصحية هي طبعا بعد موافقة الإدارات نفسها تاسع ثالث إعدادي لا أول ثانوي التاسع ثالث إعدادي يكون ثالث إعدادي يكون ناجح من التاسع منتقل إلى الأول ثانوي أنا اللي عارفه يعني خلال الفترة الماضية يمكن على مستوى القسم عندي أو الإدارة بشكل عام نحن ما نعاملهم معاملة إن هذا متدرب صيفي وما أدري كذا إلا في مسألة التايم الوقت ولكن عنده مهام لازم ينجزها مثل حال الموظف العادي هذا اللي نعلمه نحن ممتاز ونعطيه يعني ما أدري باقي الإدارات ولكن أنتم ما شاء الله عليكم فوق هذا أختي ميعاد تسووا لهم أيضا ورش عمل تعطونهم محاضرات تعطونهم أنشطة يعني وايد شغلات تسووا لهم بعد مع التدريب الصيفي نعم بس بغيت أتكلم قبل اللي هو مدة البرنامج عندنا من 3 إلى 4 أسابيع بسألك عن المدة مستعيلة لأني بغيت أخبرك أنه خلال كل أسبوع عندنا برنامج تعليمي برنامج ترفيهي طبعا بعض البرامج اللي نحن منسقينهم مثلا في برامج الإسعافات الأولية عندنا دورات تدريبية عن خدمة الأمين تنمية المهارات والذكاء الاجتماعي والتواصل مع الآخرين في عدة برامج نحن مسوينها وبعض البرامج مثل أعمال تطوعية زيارة بعض العيادات زيارة بعض المرضى وتقديم لهم بعض الهدايا خاصة نحن في عام الخير عام زايد فحبينا أن نربط أيضا هذه المبادرة في التدريب الصيفي ممتاز الحين اللي حاب يسجل يدخل على الموقع في موقع مخصوص بالضبط نعم. يكون عن طريق زيارة موقع هيئة الصحة www.dha.gov.ae وبيكون في رابطة خاصة بالتدريب الصيفي بس يضغط عليها نعم. وعقب يتبع اللي هو شروط التسجيل ممتاز طبعا عملهم في التدريب الصيفي هيئة الصحة حس حتى خصوصا طلبة الثانوية يعني يعرفهم على التخصصات الموجودة عند هيئة الصحة مثلا ممكن حد مو بعرف مثلا شو بيتخصص ممكن يتعرف مثلا عن هذا الطبيب عن قرب الأشعة الممرض الأعمال الإدارية اللي عندنا فيقربهم التخصص أكثر بالتالي أعتقد يساعدهم يختارون تخصصاتهم في الجامعة صح. طرشو احنا بالمواطنين تنطرشوا من العيادات يعني يقعدون في الميدان مع الطبيب ومع الممرضين يشوفون كيف مهنتنا اليوميه عشان يختارون التخصصات الجميله هذه بالضبط صح هاي بعد على حسب احتياجات عندنا المراكز الصحيه وطبعا نحن مثل ما نعرف يكونون مضغوطين بعضهم مع المرضى وامور في بعض الاوقات صعب انهم يستقبلون طالب في هذا الوقت فيعتمد على احتياجاتهم نفسها نحن كم قلنا كم طالب تقريبا ما يقارب 170 يعني بطرشون حد منهم المستشفيات والمراكز الصحية أكيد
زين سووا لهم تطعيم الله يخليك قبل يدخلون عشان ما يمرضون. لا يمرضون لا شيء لأن بعد ما فينا بعد يمرضون ولا يتعبون علينا بعدين الله يعين يعني المتطوعين اللي بيصيرون مركز البرشة. أقول بعد زين أختي بيعة تبغين بس تذكرين بشيء ولا قبل لا نختم معك؟ نحن فاتحين باب التسجيل هو من اليوم إن شاء الله إلى تاريخ 28/6 إن شاء الله بنبتدي البرنامج تاريخ 22/7 إلى 16/8 مدة البرنامج ما يقارب 4 أسابيع 5 ساعات في اليوم 6 ساعات في اليوم خلال 5 أيام في الأسبوع. ممتاز ممتاز. طيب الدوام من كم لكم؟ الدوام يكون من الساعة 8 لـ 2 من 8 لـ 2 ها؟ مضبوط. موظفين ولا بس؟ بس طلاب. بس طلاب. زي ما تتمنين ترجعين طالبة؟ أنا ما سمعني أنا أقول أنا واحد من الناس تبغى يعني ترجع طالب؟ إن شاء الله جريد. كان شاطر لأنه محمود عشان شي أنا كنت نص لا ما برجع طالبة شي أحلى توت الدواوير والدواوير وما يدخلون وما أدري شو هي عشان ترى الحين احلى الحمد لله انا خكت يعني زي. يعني الحين انا اقول لهم لازم تدرسون نحن شاكرين لك اختي ميعاد علي الهاشمي مسؤولة التدريب بإدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي هني يقولون دكتورة يعني بس البنات في رمضان ما يفوزون منو قال معظم اللي فازوا عنا بنات هنا هذو حتى الأسماء كلهم كلها عندي زين نقول أنا برقد إذا فزت خبروني إن شاء الله تفوزين لا هذا يصلح لكم المعلومة مال التاسع عموما 10 بنات في آخر هني في مسج يقول أيضا تساؤل ليش المستشفيات الخاصة لما تشيل إيدها من بعض الحالات خوفا من المسؤولية وتقول للمرضى كملوا علاجكم بمستشفى حكومي يعني أنا ما أدري أنا ما أحب أطلق أحكام شيء عامة يمكن في بعض الحالات يكون يعني التواجد في المستشفيات الحكومية لأن في ثقة كبيرة بالتجهيزات وبالأماكن لأن بعد الحين يعني مو كل المستشفيات على مستوى أنه ممكن تتوفر فيها كل الأجهزة صح دكتورة؟ صحيح وأيضا المستشفيات أوردي في تخصصية في مستشفيات يعني مختلفة على حسب ما نقول ولكن يعني بشكل عام أبو محمد إن شاء الله من اتصل بك من خبرك شو تسوي وكيف ممكن أنه خلي الجماعة يأخذون بالمكالمة هذه كملاحظة أو شكوى رسمية إن شاء الله بس عطهم الله يخليك بس الأسماء والأرقام وكل شيء يكون يعني مسجل إن شاء الله. طيب نطلع فاصل قبل الفاصل نذكر بسؤال الحلقة دكتورة سؤال الحلقة تم افتتاح قسم جراحة القلب والصدر في هيئة الصحة في دبي عام 92 أم عام 2002 مو تم افتتاح تم تأسيس سوري تم تأسيس لكن الدور على السؤال يمكن افتتاح عام ثاني تأسيس لا هو نفسه قسم جراحة القلب والصدر في هيئة الصحة في دبي عام 92 أم 2002 ونطرشون أسماءكم الثلاثية على 4006 عشان نسحب على 2 500 درهم كاش وقسيمة بقيمة 1000 درهم لباقة الفي آي بي كلهم مقدمين من المستشفى الطبية فحوصات طبية باقة كبار الشخصيات للفحوصات الطبية بين قوسين هاي قسيمة يعني فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة 10 دقائق ومنوقف استقبال الإجابة على سؤال المسابقة اليوم اللي يقول تم تأسيس قسم جراحة القلب والصدر في هيئة الصحة بدبي عام 92 أم عام 2002 على 4006 مع اسماءكم الثلاثية ورح نسحب على شخصين اسمين شخص يفوز ب 500 درهم كاش والثاني رح يفوز بقسيمة بقيمة 1000 درهم لإجراء باقة فحوصات VIP هدايا يعني كلها مقدمة من مستشفى الزهرة الخاص في دبي طيب السكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج مادة الأنسولين بكمية كافية أو عندما يعجز الجسم عن استخدام تلك المادة بشكل فعال مما يؤدي إلى زيادة تركيز السكر في الدم فاللي يسمونه فرط سكر الدم طبعا السكري من النوع الأول أو النمط الأول هو اللي يأتي بناء على قلة إنتاج مادة الأنسولين وهو موضوع حلقتنا اليوم مع الأخت هنادي الغبيش أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي أول شيء صبحت الله بالخير أختي هنادي
صباحك الله بالخير. أنا أبغيك تجربين شوية من المايك عشان بس نسمع صوتك بوضوح إن شاء الله. يمكن رمضان خلص ولكن هنالك من سوف يصوم إن شاء الله 6 من شوال بالضبط. ونتكلم عن الصيام مدى على مدار العام. بالنسبة لمرضى السكري هذه اللي منخصهم اليوم نحن بالموضوع اللي منتكلم عنه، نبغي نتكلم عن أنواع الغذاء اللي لازم يعني ياخذونه أثناء الصيام، مو بأثناء الصيام ما بعد الصيام، على الإفطار عند الفطور والسحور. والله أنا صايم اليوم دوخ مو براقد على شكلك بعد. تفضل اختي. هلا بداية بحب أصبح على جمهورنا الكريم وأهديهم تبريكاتنا بحلول عيد الفطر المبارك إن شاء الله. ومثل ما قلت خلاص يعني هلا رمضان انتهى، لكن في بعض الأيام كمان بعد رمضان في ناس كمان بيستمروا في عملية الصيام، وبالتالي في بعض النقاط لازم نركز عليها. هلأ بالنسبة لمريض السكر سواء كان النوع الأول أو الثاني، يتوجب عليهم تناول دائما وجبات متوازنة بتحتوي على جميع العناصر الغذائية سواء كان أثناء الصيام أو ما بعد الصيام. نعم. هلأ بالنسبة لمريض السكر اللي بيصوم، هلأ توجب عليه تناول وجبتين رئيسيات اللي هم وجبة الإفطار ووجبة السحور، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بتكون هاي ما بين وجبة الإفطار ووجبة السحور. جميل. هلأ وجبة الإفطار بعد صوم 15 ساعة بيكون الجسم استنفذ جميع طاقته، بيحس بالعناء وهبوط السكر، بالتالي توجب على مريض السكر أولا تناول كوب من الماء وثلاث تمرات. التمر عبارة عن غذاء متكامل، واقتداء برسولنا الكريم دائما نبتدي إفطارنا بالتمر لأنه بيحتوي على سكريات بسيطة بالإضافة إلى سكريات معقدة، بالتالي بيتم تهيئة المعدة لاستقبال الوجبة الرئيسية، بيزود الجسم كمان بطاقة سريعة لتجنب هبوط السكر. هلأ وبعدها بيتناول اللي هو الوجبة الرئيسية، يجب أن تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والخضار والفاكهة واللبن وما تبقى، يعني صحيح. على أن تكون الوجبة متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية. أما بالنسبة لوجبة السحور، هلأ يفضل دائما بالنسبة لمريض السكر التعجيل وتقديم وقت الإفطار وتأخير دائما وقت السحور قدر الإمكان حتى نقلل عدد ساعات الصيام. صحيح. هلأ وجبة السحور يجب أن تحتوي على كميات عالية من الألياف والبروتينات حتى يتم اللي هو ما يتم عملية هضمها وامتصاصها بسهولة، وبالتالي تمكث في معدة الإنسان أطول وقت ممكن لتجنبه اللي هو انخفاض السكر. صحيح. هلأ بالإضافة توجب عليه الإكثار من تناول السوائل أثناء فترة الإفطار ما بين الإفطار والسحور تقريبا ما يعادل 8 أكواب إلى 10 أكواب سوائل في اليوم. هلأ ممكن بعض الناس تسألوا إنه هل ممكن للإنسان إنه يتناول من 8 إلى 10 أكواب، إنه هاي كمية جدا كبيرة، لكن على شكل متقطع بالضبط. والسوائل لا نعني فقط به الماء، إذا تم مثلا تناول الشربات، الماء، العصائر، الحليب، اللبن، هلأ كمان بعض الأنواع من الخضار والفاكهة بتحتوي على نسبة عالية من السوائل، كمان هاي بتكون محسوبة من ضمن اللي هو 8 أكواب والعشر أكواب. صحيح. إحنا كنا نتكلم دراستنا اليوم كانت عن الكرفس. ويمكن إحنا شعب ما نستهلك الكرفس بشكل كافي، بس هو فعلا غني بالألياف، فكيف ممكن ندخله في ضمن للمريض السكر عشان يحصل على الألياف ويحصل على الماء منه، لأن 95% مكون أصلا من الماء. صح. هلا بالنسبة للكرفس له فوائد غذائية جمة، من أهمها مثل ما تفضلتي دكتورة ندى بيحتوي على نسبة عالية جدا من الألياف ونسبة صحيح. عالية جدا كمان من المعادن والسوائل، بالتالي ممكن يدخلوهم كنوع من أنواع الخضار في صنع السلطات، في الشربات، حتى في بعض الأكلات مثل البرياني استعادة يعني إدخاله من ضمن الخضار اللي بتدخل في مكونات البرياني والأكلات الشعبية. جميل. هلا بالنسبة للأطفال ممكن طحنه حتى وإدخاله في مثلا مع اللحوم، مع الدجاج. جميل. مع الوجبات الخفيفة، في سندويشات حتى ممكن كمان. صحيح. ممكن يتناولوا الأطفال. صحيح. الحين أني السؤال يتكرر بشكل مستمر، أنه متى أفضل وقت مارست الرياضة لمريض السكري من النوع الأول؟
هلا قبل الفطور بعد الفطور عند السحور متى؟ هلا هلا بالنسبة لمريض السكري يفضل عدم تناول الرياضة بالقرب عدم من ممارسة الرياضة لا عدم ممارسة الرياضة مشروطة في الزمن هلا قبل الإفطار يفضل عدم ممارسة الرياضة لأنه الجسم بيكون مثل ما قلنا استنفذ جميع صحيح. طاقته بيكون عرضة للإصابة بهبوط سكر الدم صحيح. بالتالي ممكن يمارس الرياضة لكن بعد الإفطار بتقريبا ساعتين صحيح. بعد الإفطار بساعتين بعد الإفطار تقريبا بساعتين لثلاث ساعات بس طبعاً يكون الإفطار خفيف مو ضرب ضرب يعني طبعاً الإفطار لازم يكون البرياني زين يقولون ما في مشكلة هلا إذا كانت يعني معدة بطريقة صحية طبعاً برياني تكون لكن قليلة الدهون ما يكون فيها كميات عالية من الدهون سمبوسة بثلاث دراهم سمبوسة برضو أوكي هلا جميع أنواع الأغذية إذا إحنا تم تصنيعها بطريقة وتحضيرها بطريقة سليمة وصحية فهي ما في مشكلة من تناولها هلا السمبوسة ممكن مثلا خصوصا ثلاث دراهم تخفض الكوليسترول طب هلا لا شو الطريقة الصحيحة نحضر السمبوسة ممكن شويها بالفرن بدل ما يتم عملية قليها ممكن الاستعادة عن طريق القلي بالشوي بالفرن هو محمود تعود صحيح هذا المفروض يكون يعني وحي يعود نفسه بعد فترة يحس الطعم طبعا يعني. هلا بصير وهي بتكون طيبة هلا في كمان أجهزة صحيح. تستخدم على الاير فراير هلا ممكن يستخدموها بتم إضافة القليل من الزيوت في عملية الطهي بالضبط. فهاي بتكون أفضل طبعا عملية القليل اللي بتم تشرب كمية عالية من الزيوت صحيح صحيح الديب فراينج هذا والقليل العميق أبدا ما ينفع مع السمبوسة ففي أكثر من طريقة يا شيء بالفرن يا شيء بالاير فراير اللي هو بالهواء الساخن يا شيء في أجهزة في أجهزة حاليا تشوي السمبوسة يعني تشويها شوي فممكن نستبدل بس نتعود على الطعم طبعا طيب عموما الطبخ يختلف لمريض السكري هلا دائما احنا بنقول مريض السكري بتناول غذاء سليم يعني صحيح. هذا النمط الغذائي اللي يجب على كل انسان يتناوله لا يوجد اي يعني مخصصات لمريض السكر فقط يجب عليه تناول غذاء متوازن غذاء صحي وهذا توجب على جميع الاشخاص اللي بيحبوا يعيشوا حياه صحيه ونمط غذائي سليم انه يتبعوا نفس الطريقه في اعداد الطعام حد من الناس يقول لا العيش ما لهم غير والخبز ما لهم غير هلا يفضل كمان تناول بالنسبة للعيش العيش الأسمر اللي بيحتوي على نسبة ألياف عالية الخبز الأسمر كمان اللي فيه الألياف هاي كلها حتى الأشخاص العاديين فيهم يتناولوها وهو الخيار الأفضل لهم لكن بالنسبة لمريض السكري بإمكانه كمان تناول الخبز الأبيض في ناس ما بيحبوا الخبز الأسمر ما بنجبرهم فإتس فاين لو تناولهم الخبز الأبيض لكن يجب عليهم تعويض الألياف بمثلا طبق من السلطات إرفاق الخضار على كل وجبة ليش ما هي فائدة الألياف هي بتاخد وقت في عملية هضمها وامتصاصها صحيح. بالتالي بتأخر من ارتفاع السكر في الدم وكمان هي بتنظم عملية وحركة القولون فهي بتخلص بين الإنسان من الإمساك وبتنظم عملية الخروج عند الإنسان صحيح فهي مهمة لكل الأشخاص ليس بالضبط. فقط لمريض السكر بالضبط صحيح فإحنا دائما ننصح الناس أن يأكلون الأكل العادي ولكن طبعا حساب الكميات يحاسبوا في الكميات يحرصون وجود كمية كافية من الألياف ولكن ما نقولهم سيروا اشتروا أكل خصوصي لمريض السكر طيب. ما توفر لديهم لكن بطريقة صحية وممكن تعويض النقص مثلا لو ما أخذ خبز أسمر ممكن يعوض الألياف بطريقة تانية بإضافة الخضار مع الوجبات ممتاز نحن نوقف استقبال الإجابة على سؤال الحلقة اليوم شو يقول يقول تم تأسيس قسم جراحة القلب والصدر في هيئة الصحة في دبي في عام جواب الصحيح عام 1992 ليه ما نختار الفائزين إن شاء الله ناخذ بس سامحيني دكتورة مناخذ مداخلة من عبد الوهاب صباح الخير السلام عليكم اخ محمود هلا 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 عبد الوهاب كيف حالك حبيبي الله يسلمك تفضل يا سيدي الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله الله نحييك ونحيي المستمعين وطاقم العمل وهالشهر الفضيل وان شاء الله الله يتقبل اللي مضى منه ويعيننا واياكم على اللي باقي ان شاء الله من الطاعات والخيرات ان شاء الله تعالى تفضل يا سيدي اخ محمود نتكلم ونحيي الدكتوره طبعا شكرا الصحة والعافية شكرا الحين محمود خذ الكلام لأن محمود يعني شوي أنا كنت فترة وياه في العمل لذلك أرجو المعذرة إذا نسيت الدكتورة لا عفو عليك الدكتورة كانت في البرشة بعيدة عنه
تفضل عبد الله. تكلمت عن الكرافس يعني القيمة الغذائية والتنوع اللي فيه. يعني نحن نقول ليش ما مثلا عن طريقكم انتم ويا الجهات المختصة اللي صنع التغذية ولا يضيفون هذا الى المواد الغذائية خاصة الى المقاصف المدرسية ان شاء الله بعد العطلة، يعني نقول انه يدخلونه في قائمة الطعام ويشجعون حتى يعني في ناس يستخدمون بس ما يعرفون قيمة الغذائية. مثلا يعني قبل كانوا يخلون هذا من ضمن الأشياء اللي زي دائما رب الأسرة وربة الأسرة تشتريها للشغلات المطبخ يعني، بس بعض منهم يمكن ما يعرف قيمة الغذائية. فنتمنى أنه عن طريقكم أنتوا حتى في الجمعيات النسائية ومراكز الشباب اللي خاصة يخص البنات يعني أنهم يعلمونهم كيف يتعاملون مع الشغلة، كيف مثلا مثلا الحين بدل ما يطلبون من برا لأن يبون من برا بياخذ نص ساعة، هم إذا أخذوا أي شيء من البيتزا الجاهز والأشياء هاي وحطوها بالفرن في تعليمات عليها. لكن أنا أقول لما يكون التعليم في مثلا جمعية نسائية ولا في مراكز الشباب النسائية اللي فيها الشابات بيكون يعني الحماس أكثر وبيشجعون إنه يطبقون هذا بعدين في البيت ويساعدون الأم حتى يساعدون نفسهم، لأن لما الواحد يسوي روحه الأكل بيده يكون ألذ في طعم أكثر وفي نفس الشخص اللي يسوي هاي يعني اللي يطبخ هاي المادة. واضح عبد الوهاب، نحن شاكرين لك. أنا بس خبروني قالوا لي شوف عبد الوهاب أنا أذكرك من أيام الدوام عندنا في رمضان شوية تنسى شوية تنسى اللي أنت بتتصل فيه، قالوا لك كان عندك مقترح حق الأطفال شو هو عن الكرفس؟ لا أنا أقصد أن يسوون منه مثل يعني يدخلونه في تركيبه ويا الجبن ويا قالوا المعجون هذا يعني مثل معجون او مثل هذا اللي شو رايك نسوي نفتح بزنس انا وانت في الموضوع ها نسوي لنا بزنس انا وانت بزنس معجون الكرافس انت ومحمود سووا والله انا بصراحه ما عندي ماده ادخل وياك انا ادخل وياك بفكره لا لا انا يعني بقول لك التمويل عليك وانا بشتغل على الصار لا لا انا حنسير وين حبيب عبد الوهاب يا اخي دائما استانس لما تتصل شكرا لك شكرا. الله يعافيك نهارك سعيد الله يسلمك. عبد الوهاب كان من الزملاء المميزين طبعا عبد الوهاب الله يعطي الصحه والعافيه. عموما اسماء الفائزين نعم اسماء الفائزين لان عندنا اقل من دقيقتين دكتوره اول فائزه معانا يقولون ماشي بنات هذه يعني بنيه مها محمد مسافي ألف مبروك فازت معانا ب 500 درهم مقدمة من مستشفى الزهرة بدبي. الفائز أو الفائزة الثانية بنية سهام جاسم الشماع ألف مبروك. إذن اثنين فائزين معانا. سهام فازت بباقة كبار الشخصيات الفحوصات الطبية ألف مبروك لسهام جاسم الشماع، والفائزة معانا بمبلغ 500 درهم مها محمد مسالخي ألف مبروك. طيب اللهم صل على محمد. دكتورة يعني قبل أن نختم معاك شو تبغين تقولين أو توجهين نصيحة في أقل من 30 ثانية للمستمعين؟ أوكي هلأ في موضوع مهم. هلأ في حال هبوط السكر لمريض السكر يجب عليه كسر الصيام مباشرة وتناول دائما الاحتياط ووضع أقراص من الجلوكوز في جيبه. نعم. تناول ثلث أقراص من الجلوكوز هي عبارة لا سمح عن 15 الله يعني جرام. نعم لو حدث هبوط السكر وبعدها الانتظار 15 دقيقة تشيك السكر مرة أخرى. إذا استمر هبوط السكر إعادة تناول أقراص الجلوكوز مرة أخرى وبعدها تشيك السكر 15 دقيقة وتناول وجبة متوازنة. ممتاز شكرا لك دكتورة. الأستاذة هنادي الغبيش صلحت لك قبل الحلقة أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا للتواجد معنا اليوم. أهلا وسهلا. أنت بعد غلطي في السماء عادي يعني واحدة بوحدة يعني. شكرا لك دكتورة ندى المولى. شكرا نحن وايد السانس يوم أنت تحضري معنا الحلقة دكتورة. أي أنا أحضر؟ أي
ترى كل يوم معاكم أنا بعد شو؟ لا على أساس أن اليوم ما بثين. اليوم كان عندي اجتماع بس كنسلت الاجتماع عشان خاطر البرنامج. شكرا لك دكتورة. شكرا لك أيمن سرحي كان معنا في الإخراج. شكرا لك إسراء الهاشمي كانت معنا في التنسيق. شكرا للزميل يوسف سعد على الإعداد. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع الصحية. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.